إسكندرية حقيقي مدينة ملهمة، بحرها وشوارعها وحواديت أهلها، ياما ألهمت شعراء وموسيقيين وأدباء، ألهمت اللي عايشين فيها كمان وصنعت منهم قصص نجاح في مختلف المجالات. تحية شكر وتقدير لكل شخص سعى بإخلاص لتحقيق حلم أو غرس قيمة، فقدم المثل والقدوة لغيره. الآن يسعدنا دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتكريم عدد من النماذج الناجحة والملهمة من أهالي الإسكندرية. الشهيد مقدم عماد الركايبي استشهد في إبريل 2017 خلال تصديه لهجوم إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية في الإسكندرية. تتسلم الجائزة عنه زوجته السيدة مشيرة إسماعيل وابنه ياسين. رقيب أول أمنية رشدي استشهدت في أبريل 2017 أثناء التصدي لعملية إرهابية استهدفت الكنيسة المرقسية في الإسكندرية. يتسلم عنها الجائزة والدها الأستاذ محمد رشدي. الفنان الكبير محمود عبد العزيز الساحر الذي أمتعنا ولا يزال، شهدت مسيرته تنوعاً مبدعاً وغنياً بين السينما والدراما والمسرح. قدم أعمال فنية عالجت العديد من القضايا. يتسلم عنه الجائزة ابنه الأستاذ محمود عبد العزيز. الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، قدم خدمات متعددة لرواد الأعمال من خلال أنشطة الجمعية الداعمة للصناعة والهادفة إلى تشجيع الاستثمار في جميع محافظات الجمهورية. الدكتور أحمد مصطفى أستاذ زائر في معهد أمرويلز للعمارة بلندن، يعد حجة في مجال الفن والتصميم الإسلامي، يتجه إلى تخصيص جانب كبير من أعماله لتكوينات مستمدة من القرآن الكريم، وتمكن من خلق نسيج متوافق بين موهبته كمصور وكخطاط معا.
بي وصفي مديرة مدرسة فلوباتير بكندا والتي تخرج منها آلاف الطلبة المميزين واختيرت ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا في عام 2021. الكاتب والروائي عيسى بيومي، مهندس وكاتب وروائي، جمع بين عمله في مجال الهندسة الميكانيكية في عدة دول أوروبية وقام بكتابة العديد من المؤلفات والروايات. الأستاذة فيفيان معوض، مصممة أزياء من الإسكندرية، تهوى مجال تصميم الأزياء وتمكنت من إنشاء خط أزياء وتصدر تصميماتها إلى الخارج. عبد السلام عيد إبراهيم فاز بجائزة النيل في مجال الفنون لعام 2023، نظير إسهاماته وتميزه في مجال الفن التشكيلي على مدار عقود. حصل على الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة من إيطاليا عام 1979. الأستاذة سارة أحمد السيد، البطلة الرياضية من ذوي الهمم، تفوقت في ألعاب القوى والسباحة وكرة السلة وتنس الطاولة وتمكنت من حصد العديد من الميداليات في مختلف الألعاب بين ذهبية وفضية بخلاف موهبتها الفنية والثقافية. شكراً سيادة رئيس الجمهورية، شكراً جزيلاً أستاذ الحضور.